مرحبا بكم من جديد مع فيديو جديد من أخبار وتسريبات قوية حصرية من البرنامج أدرامي قسمه نصيب وكذلك تحليل للحلقة. أولا راح نحكي عن كشف من هي الصبية الجديدة ومشكلة كبيرة راح تصير مع الصبية الجديدة ومن سوف تختار لكي تكون معه كوبل، وعراك كبير مع شاهيناز وعلي وإعلان انفصال علاقة علي وشاهيناز النهائية ورد شاهيناز اليوم، عودة علاقة دعاء بعلي وعودة أميمة من قرار ريتا وشو سبب عودتها، وكذلك سيكون هناك الكثير من التسريبات، فقد تابعوا الفيديو للنهاية. قبل أن أبدأ الفيديو فضلا منكم لا تبخلوا علي بلايك واشتركوا بالقناة حتى تتوصلوا بكل الجديد. أولا راح نحكي على شاهيناز وشو قالت شاهيناز في حلقة اليوم. قبل ما نبدأ نحكي عن الكلام اللي قاله علي اليوم في وقت متأخر لما نزل الفيديو أو اللايف اللي عمله وأعلن عن انفصاله بشاهيناز وكتير أشياء، ورد كذلك شاهيناز على علي وطريقة ردها اللي أنا بصراحة عجبتني لردها لعلي. المهم راح نحكي أولا عن الحلقة واللي شفناه في الحلقة واللي قلت لكم عليه بالأمس لما نزلت لكم الفيديو قبل هذا، على أنه شاهيناز مضغوطة من الكواليس ومن الإدارة وقايلين أنه يعملوها تعمل شيء هي وعلي، ولكن شاهيناز ما حبت. وحنا فهمنا من طريقة كلامها هي وعلي يعني أنه بيقول لها أنه باردة وبدنا أكشن وكتير أشياء، يعني إحنا فهمين الموضوع شو كان أو شو المطلوب وشو طلب منها علي وشو قالت شاهيناز لأصدقائها لما كانت بتفسر أنا مدفاية وأنا يعني مش باردة. يعني هذا الكلام كله هو من الإدارة من فوق شو بدها تعمل، ولكن هي عاملة حدود وما بدها تعمل هذيك الأشياء. ومثل ما قلت لكم فيديو أمس إنه شاهيناز ما حبت تعمل يعني كتير أشياء تظهر على الكاميرا، ولكن حبوا إنهم يحكوا في الموضوع كشكل يعني مقلب أو خطة هي وعلي حتى يعرف المشاهد ويكشف الأوراق اللي فيما بينهم، ولكن بعدها راح تنقلب الخطة ضدهم مثل ما شفنا في الإعلان لما قالت ريتا شو يا شاهيناز وعلي انقلب السحر على الساحر، ولكن لما هي رفضت يعني علي انقلب. الشيء اللي خلى علي انقلب كيف يعني علي ينقلب على شاهيناز؟ هو خبرها انه نعمل خطة اليوم مثل ما شفنا في الحلقة، شفتوا انه خبرها نعمل خطة ونعمل مقلب في المشتركين، ولكن بعدها الخطة تحولت لحقيقة. فالخطة اللي تحولت لحقيقة علي كذلك راح يجيه أمر من الإدارة أنه ما يقبل الوضع اللي هو بينه وبين شاهيناز إذا بده يكمل بالبرنامج. فشو اللي صار؟ بدأ هو يهاجم شاهيناز حتى أنه يعني يشوف صبية أخرى، وبدأ يحكي مثل ما قالت له زكية، يعني عجبتني زكية وعجبني موقفها. مثل ما قلت لكم بالفيديو أمس إنه زكية رغم أنها يعني كتير ما بيتفق معها بتصرفاتها كتير أشياء، حتى أنا ما بتعجبني تصرفاتها، ولكن بينت أنها في حلقة أمس واليوم أنها ونعمة صديقة. يعني كانت الحلقة لليوم عبارة عن شخصية زكية وقوفها مع شاهيناز ونعمة الصديقة، وكانت بطلة الحلقة، يعني كانت تدافع على صفاء وكانت تدافع على شاهيناز. وعجبني موقفها لما قالت له أنت شو بدك، يعني ما بدك اللي هي ثقيلة وما بدك اللي هي خفيفة، يعني شو بدك يعني أنت أصلا. وعجبني كذلك صفاء لما كانت تحاول أنها تحكي مع علي وكانوا بيحاولوا يصلحوا إذا في شيء يتصلح بين علاقة شاهيناز وعلي. وعجبني لما قالت زكية ووصفت الوصف الصح لعلي واللي هو نسونجي، يعني علي مثل ما قلت لكم فيديو أمس وهذا هو اللي شفناه اليوم، انه علي ما يستحق ابدا نهائيا شاهيناز، وهذا اللي قالته زكية بكل وضوح في الحلقة حتى شفناه بالاعلان. وما عجبني تصرف علي كيف راح وصرخ على شاهيناز وقال لها ما بتحبي يلا روحي معك، يعني كلامه مستفز
وهو مثل ما قلت لكم ما يستحق شاهيناز، ولكن راح تصير خناقة كبيرة. وشفنا كيف كانت شاهيناز بتحكي مع زكية. المهم راح تصير خناقة بين أو عراك بين علي وشاهيناز، وراح تتوتر علاقتهم. ومثل ما سربت معكم بالفيديو قبل هذا، انه تسريب يقول انه علي راح يرجع يكون او يرجع يتقرب مع دعاء، ولكن بعدها راح يرجع مع شاهيناز، لانهم راح يكملوا للنهائي بحسب التسريبات اللي شاركناها من قبل. يعني لو كانت تسريبات غير صحيحة كنا نقول انه شاهيناز ما راح تكمل مع علي، ولكن للأسف شاهيناز راح تكمل مع علي. أما نجي للمشكل اللي صار واللي حكينا فيه في فيديوهات سابقة بسبب فارس، وحبوا أنهم يعملوا مقلب حتى يشوفوا ردة فعل فارس. فشفنا كيف سألوا فارس لما كانوا بالمطبخ، لما عملوا المقلب، ولكن كان هناك يعني كأنهم نسيوا المقلب. المهم وعلى العموم نرجع نحكي على اللايف اللي عمله فجأة علي بعد ما شفناه مؤخرا. يعني كان بيحكي مع شاهيناز باللايف ويقول انه بيحبها وكتير اشياء، وكان يعني بيعمل صورتها وهي بتعمل طاق، هو بيعمل طاق لتصاميم وصور. لكن فجأة الفانز في وقت متأخر الليلة على انه راح يعلن انفصاله مع شاهيناز، وقال في اللايف يعني كتير اكيد ناس راح يكونوا شافوا اللايف لايف علي، وكان بيقول انه يعني بمختصر اللايف ما عجبتنيش واعوفها وطلبت مني نكذب ونمثل على الفانز اننا كوبل واحنا مو كوبل، والبنية ما عجبتني ولا تواخدوا كلامي غلط، انا حر ما عجبتني، وكتير اشياء قالها. يعني هذا التصرف وهذا التصريح يعني ليش عملوا في هذا الوقت بالضبط لما توترت علاقتهم داخل الفيلا، وشو سببه، وليش كل هذا الهجوم والحقد اللي واضح جدا في طريقة كلامه، وشو سببه هو في صراحة. قبل ما أحكي على خروجه في اللايف، فهو يعني من قبل شاهيناز قبل ما تدخل أو حتى قبل ما يبدأ البرنامج أو في بداية البرنامج، كانت التسريبات متداولة كثيرة على علاقة شاهيناز وعلي، وأنه شاهيناز راح تتوتر علاقتها بعلي وراح تختار، ولكن راح تندم بعد ذلك، ولكن راح تاخد الاختيار أو تكمل كوبلها مع علي كتحدي، ولكن بعدها بشوي بالفينل قبل ما يكون الفينل أو الفينل النهائي للبرنامج راح تعلن انفصالها عن علي، ولكن راح تضطر تكمل لأنهم كوبل وراح ينهوا البرنامج. فكل هذا كنا عارفينه، ولكن كنا عارفين كذلك أنه شاهيناز كانت شايلة الفولو لعلي وما بيتكلم علي وما بتحكي على علي وما بتظهر أساسا، وكنا عارفين أنه هي ما عطيته أي وجه أو أي اعتبار. ولكن الصراحة هذه الحجة اللي طلع علي وكان يحكي فيها في اللايف، فكان متناقض مع نفسه، لأنه هو كذلك كان بيخدع الفانز لما عملوا لايف وقال أنهم مع بعض وبيحبوا بعض، والمشتركين يعني كانوا بيحاولوا أنه يفرقوهم. وليش بهذا الوقت بالذات يعني طلع وصرح عن شاهيناز والاتفاق اللي صار بينهم، فرغم انه احنا عارفين انهم منفصلين من قبل. يعني انا اشوف يعني هل اللي عملوا علي كان حقا حبا في الجمهور وما حب يستغفلهم مثل ما بيقول، ام تصرف من وراء شيء اخر اللي هو علي. بعد ما نشرت شاهيناز في ستورياتها مع نافع صديقها وفارس، وشاف باللي هي ما عبرته وحب يرجع ليها، ولكن بما انه هي ما حبت فهو حب يقلب الموضوع عليها، واللي عمله هو يرجعه عليها، واستغل الفرصة حتى يرد كرامته. ومثل ما عملت يعني شالت هي الفولو قبل حتى ما تدخل للبرنامج يعني وعملت له بلوك، فهو حب يعمل نفس الشيء ويرد لها البلوك قبل ما ينتهي البرنامج، واستغل المشكل اللي داخل الفيلا فيما بينهم. وفي تسريبات تقول انه علي خرج وصرح بانفصاله مع شاهيناز، لانه اميمة خرجت قبل وقالت انه انهم كوبل مع بعض،
يعني أميمة وعلي، وخلته يعلن عن انفصاله مع شاهيناز. وشاهيناز فبعد خروج علي فهي خرجت وردت عليه، وعجبني رد شاهيناز، عجبني جدا ردها، كان بسيط جدا، رد بتعليق إذا كانت يعني تحب الترند مثل ما قال، وحبت أنها تلعب على الفانز، يعني كانت تعمل مثله وتخرج بلايف وتحكي عليه وتعمل قصة من القصة، ويضلوا يحكوا، هي تحكي وهو يحكي أو حد يرد على الثاني، فهك يعني هيك بيكون الترند. فهي خرجت وردت عليه بتعليق بسيط جدا، ولكن التعليق حتى ما أعطته يعني ما خسرت عليه ولا شيء، فقط رسالة صغيرة جدا وكتبت فيها: صباح الخير حبيباتي، بحبكم كتير وأنا مثلكم، هلا عرفت شو صار، لكن تعرفوا شو منيح، ياما عشنا وياما صار فينا والحمد لله لساتنا واقفين. المهم مثل ما شفتوا هذا هو كان رد شاهيناز على علي، واللي عجبني كتير. وانتو شو بتشوفوا؟ يعني كان كلام علي باللايف عن شاهيناز حقيقة وصدقت كلامه اللي قالوا على شاهيناز، ام هو اللي بيحب الترند وحب يرجع كرامته؟ المهم شاركوني اراكم في التعليقات، وهل اللي شفته كان يعني حقيقة ام يمكن انتو بتشوفوا غير شيء، ولكم حرية التعبير. وفي تسريبات اخرى تقول يعني انه شاهيناز وعلي راح يستمروا في المقلب اللي عاملينه حتى حلقة الغد، انه متخاصمين مع بعضهم وراح يصير عرق على يعني على فارس مثل ما قلت لكم في بداية الفيديو، فيديو امس، وراح يكون على المشتركين كلهم حتى يكتشفوا كل واحد على حقيقة. ولكن احنا شفنا نبتة كيف قالت لهم انقلب السحر على الساحر، فهذا بيوضح انه مش مقلب، ومثل ما خبرتكم في بداية الفيديو الاسباب اللي صايرة وتوتر العلاقة مع علي وشاهيناز. اما عن المشكل اللي شفناه في الحلقة لليوم مع صفاء والصبايا، مع مية ومع الصبايا، فشفنا بأن نيفين رجعت مع ميا، فقلت لكم بفيديو أمس أن ميا نيفين دائما بتعمل فتن، وهي اللي تخلي العلاقة تخرب أو الجروبات. حتى شفتوا كيف كانت يعني دعاء لما رجعت مع صفاء مثل كأن شيئا لم يكن، ورجعوا صحاب وبتدافع عليها، يعني تفاجأت حتى يعني بدفاع دعاء على صفاء، وكيف بتقول انه بيبي، يعني اصلا دعاء هي اصلا بيبي. فمثل ما قلت لكم انه هما مثل بعض، يعني خصامهم كان طفولي جدا في حلقة الامس، وكان عراكهم كوميدي، فاليوم شفنا انهم رجعوا مع بعض عادي، فهم مثل بعض، والقاسم المشترك اللي بينهم فهم بيشبهوا بعض، وهم قلبهم طيب وبيرجعوا يعني بسرعة يحبوا الشخص اللي كان معاهم عداوة أو شيء، فما ما بيحقدوا أو بيدعوا الشيء الغل في داخل قلبهم. المهم فشفنا كيف قالت نيفين، قالت الدعاء يعني كيف رجعت صاحبتك وكيف بتدافع عليها، وبيحاولوا أنه يخلوا دعاء ما تكون مع الجروب الاخر. يعني هذا التصرف يعني مش حلو، انه كل الجروب يجلس مع الجروب الثاني، او اذا كان شخص مع هذاك الجروب بيمنعوه انه يكون مع الشخص اللي يتحكموا فيه، فهذا ما يعني شيء غير جميل جدا. ولكن رغم كل هذا وكل يعني الاشياء اللي انا ضدها في شخصية نيفين واللي بشوفها دائما، لكن انا ضد تصرف نيكولاس كذلك. لما راح يعني حكى في اذن دعاء وقالها كلام حتى خلاها انها تهدى، يعني كانه بيفسفس مثل ما بيقول حسين، ومثل ما الكل عطاه هذا الاسم. وكذلك لما يعني ما عجبني نهائيا لما حكى على صفاء في المطبخ انه ما تخليها، انا قال لها انا في الاول حبيت اقول لك يعني ما بحب اتدخل، ولكن حبيت انصحك لان هذيك الحركة ما عجبتني من نيفين، انها تدقر وجهك او تلمس وجهك، فما تخليها، ما تخلي حدا. يعني انا حسب رأيي فنيفين كانت بتحاول انها تفسر لها او تفهمها الشيء وتوصل لها، او بتحاول انها تخليها تحكي معها او يكون تواصل فيما بينها، وكانت يعني وضعت يدها على وجه صفاء، يعني حركة عادية وكل واحد
طبيعي انه يلمس الشخص الثاني. حتى احنا يعني كثير ناس بالطبيعة بتلمس حد لما بيكونوا بيحكوا يعني من الحماس، فبيصير الشخص الثاني يتكلم بدون ما يلمس، يعني اذا ما لمس ما بيحس انه بيحكي او بيتواصل مع هذاك الشخص. انا بشوفها طبيعية جدا، ما كان عليه انه يروح ويخلي او يملي راس صفاء. فانا بشوف انه صفاء هي بتسمع، ما بتفهم اصلا الكلام، ما بتحاول، ما بتعرف توصل الفكرة بالعربي حتى يفهموها وتفهمهم، وهذا هو السبب الرئيسي اللي بيخلي صفاء تدخل في مشاكل مع المشتركين. يعني يعني انا بشوف اذا ما كان عندها مشكل التواصل باللغة او بتوصيل الفكرة، ما كان عندها راح يكون اي مشكل بداخل البرنامج، غير هذا هو المشكل اللي عند صفاء. اما هي فمثل ما قال الدعاء فهي بيبي، يعني مثل ما قال الدعاء تماما. وحتى دعاء شخصيتها جميلة جدا وقلبها طيب، ولكن في تصرفات تعملها الدعاء بتكون اوفر شوية، وبيكون يعني عندها تنمر، بتنمر على الشخص الثاني. وفي كتير يعني انا بلاحظ انه في هذا البرنامج كتير تنمر بيصير داخل البرنامج ما بين بعضهم، يعني بيعطوا القاب عادي كأنه شيئا عادي، يعني هذه يعني هذا شيء غير جيد. المهم شفنا دعاء في الإعلان كيف كانت نيفين تحاول تلمح لها برغبتها في الرجوع لعلي، ومثل ما خبرتكم فيديو أمس وكذلك بهذا الفيديو إنه التسريب اللي شاركته معكم إنه علي ممكن يرجع مع دعاء، وبعدها رجع لشاهينات. كانت مشاهد وجدان قليلة في الحلقة، ولكن عجبتني لما جلست مع صفاء وحبت انها تفهم من الطرفين وتسمع وتعطيها وقت. يعني عجبتني طريقة تفهمها لصفاء، وهذا يبين على انه الكل عارف صفاء وكيف يعني هي وكيف شخصيتها، ولكن ما بيفهموها او ما بيفهموا كيف توصل الفكرة. المهم عجبني حديث صفاء ووجدان. اما عن المشاركة الجديدة ففي اللي بيقول دانا وفي اللي بيقول آية. فاذا كان التسريب صحيح اللي قالته شاهينات في احد لايفاتها، وكانت زلت لسان وقالت انه آية وبعدها راح تدخل دانا، فاكيد راح تكون بحلقة الغد آية التونسية، واللي راح تكون كوبل مع فؤاد. اذا كانت دانا فرح تكون كوبل مع سامي، وكذلك بيقال انه راح تختار سامي وعلي وراح تكون كوبل مع سامي، وانه راح يكون في حلقات مع سامي فيها اكشن وفيها يعني صدمة للكتير فانز. هذا تصريح من سامي مع دانا في لايف امس، وشاركته معكم بالفيديو اللي قبل هذا، وانه حتى راح يعمل شيء سامي راح يصدم الجميع، حتى ريتا راح تنصدم من اللي راح يصير مع سامي. المهم راح نشوف هذا في الحلقات المقبلة. وكذلك هناك تسريب يقول انه أميمة راح ترجع من قرار ريتا، وشو سبب عودتها. التسريب يقول انه راح ترجعها للبرنامج بشرط الاعتذار من المشتركين، وراح يصير مشكل كبير بين شابين بسببها. ولكن انا بستبعد هذا التسريب وبقول يمكن راح ترجع اكيد مثل ما شاركت معكم من قبل، ولكن راح ترجع فقط من حد يعني من اجل ان تصوت على الكوبل اللي راح يفوز مثل ما عملت روشين، وراح تخرج بعد ذلك. المهم كان هذا هو الفيديو، وصلنا للنهاية. لا تبخلوا علي بلايك للفيديو، وشاركوني ارائكم في قسم التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك حتى يصلكم كل جديد.